ومكفايين بباقي فقرات صباحنا غير ووصلنا لمساحتنا الطبية. نيرفين، لما بنحكي عن نقص فيتامين د، قد ايه بتسمعي انه منتشر بشكل كثير كبير؟ وفي مقوله بتقول انه ما في حدا بسوريا ما معه نقص فيتامين د. صحيح، اذا بتشوفي حدا ما عنده همه بيقول عندك نقص فيتامين د، عم يعمل نظام غذائي، عم يحاول ينحف انه عندك نقص فيتامين د. اكيد تساؤلاتك كبيره عن هذا الفيتامين واي، شو اسباب نقصه وكيف فينا نعالج هذا النقص؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الصيدلانيه رشا الموسى. صباح الخير رشا، اهلا وسهلا فيك. صباح يسعد صباحك نيرمين، صباح الاخباريه السوريه. طبعا صباحك واهلا وسهلا فيكي. مثل ما عم نحكي بالمقدمه، فيتامين د مثل ما قلت فراح كثير شائع انه مثل كل السوريين عندهم نقص فيتامين د، مع انه المفروض بلدنا فيها شمس حلوه يعني مختلفه عن كثير بلدان. بدك حدا يطلع بالشمس. تمام، خلينا نتعرف اكثر على هذا الفيتامين وشو بيسوي بالجسم. صحيح، مثل ما تفضلتي حضرتك، فيتامين د هلا صار ما في حدا الا على لسانه اكيد انا معي نقص فيتامين د، انا ما رح حلل معي نقص فيتامين د، صار مثل ما بتقولي مرض العصر. هلا اول شغله بدنا نعرفها انه فيتامين د هو من الفيتامينات المنحله بالدسم. كيف يعني منحله بالدسم؟ نحن لما ناخذ متمم غذائي فيه فيتامين د لازم ناخذه بعد وجبه دسمه ونكون اكلين، لا ناخذه على الريق ولا على معده فاضيه ولا اي شيء. هي اول شغله. هلا وظائف فيتامين د وفوائده، يعني شو الفيتامين السر العجيب يلي كل العالم عنده نقص منه. هلا اول شغله هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم من الامعاء، الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. كيف يعني؟ يعني بيثبت لنا الكالسيوم على العظام، فهو بيقوي لنا صحه العظام وبيمنعنا من هشاشه العظام. هي اول فائده له. هلا ثاني فائده هو بيعزز لنا دور المناعه بالجسم، يعني اللي كثير عندهم حالات انفلونزا متكرره هذا بيكون عنده نقص فيتامين د، لانه هو مسؤول كثير كبير عن دور المناعه بالجسم، وهذا الشيء العالم عم تنساه، يعني دائما عم يطلعوا على الاعراض الثانيه وعم ينسوا دوره كانه تعزيز المناعه. الشعر والاظافر كمان له دور كثير كبير بالشعر. هلا الشعر له اهم عاملين هو الحديد وفيتامين د، يعني ما ننسى، العالم كلياتها بتروح على الحديد وبتنسى انه كمان فيتامين د له دور بتساقط الشعر وتكسر الاظافر. كمان بنفس الوقت هو مضاد التهاب، يعني هو مضاد التهاب قوي. كمان نقص فيتامين د بيقلل لنا من التئام الجروح. فكمان العالم يلي عم تنجرح وما عم يلتئم عندها جلد فورا عم تروح لمرض السكري. لا، مو بس كمان مرض السكري، كمان بدنا نشوف فيتامين د. هاي اهم فوائد فيتامين د حاليا. رشا، عم نشوف اطفال يمكن بعمر صغير عندهم نقص حاد بفيتامين د، خلينا نحكي اليوم عند الاطفال كيف فينا نرمم هذا النقص، وقد ايه بده الجسم يمكن وقت لحتى يستعيد مخزونه من هذا الفيتامين؟ هلا تمام، عند الاطفال خاصه عم يسبب لنا مرض الكساح، لهيك يعني بس واحد لقيتي انه مشيته مو ظابطه، طفل صغير او شيء، فهذا اكيد اكيد عنده. هلا بالنسبه للاطفال، نحن في عندنا جرع وقائيه بياخذها الطفل يعني من وقت ما يكون رضيع لعمر السنه، بياخذ 400 وحده دوليه بشكل يومي عن طريق نقط بالفم. اما الجرعه من عمر السنه لعمر ال 71 سنه بياخذ جرعه وقائيه 600 وحده دوليه كمان يوميا او بشكل يوم اي يوم. لا، فوق ال 71 بتصير جرعته 800 وحده دوليه. اما الحوامل، هي كمان مشان يعني تحافظ على صحه المولود تبعها، بتاخذ من 1000 ل 4000 وحده دوليه. شو الابره رشا السنويه اللي ممكن تنعطى للاطفال؟ هي بتغني عن النقط اللي نحن عم نحكي فيها والاستخدام اليومي؟ هلا اكثر شيء الابر نحن عم نعطيها للكبار بشكل احسن، يعني ما لنا مضطرين، الاطفال بنعطيهم نقط بشكل مثل ما قلت لك بجرعه 400 وحده دوليه. وطبعا هلا في يعني ما فيني اعمم لك انه مثلا هذا بينعطى هذا ما بينعطى، كل شخص حسب تحليله شو بيطلع معه كميه النقص. تمام، حسب كميه النقص يلي عنده بنقدر نعطيه نحن فيتامين د حسب قديش مستوياته. طب خلينا نحكي، كونه ذكرتي عن التحليل، شو التحليل يلي بنسويه لحتى نكشف نقص فيتامين د؟ في له توقيت معين؟ لا، هلا هو ما له تحليل، هو انه تحليل من الدم حصران بنحلله، هو نسبه طبيعيه من 30 ل 50، وفي مراجع بتقول من 20 ل 50 نانو جرام على الملي لتر. تحت هي النسبه نحن عندنا نقص بفيتامين د، حتى اذا كانت النسبه على الحد بدنا ناخذ هي الجرعه يلي قلتها كجرعه يوميه وقائيه مشان ما يصير عندنا قليل كثير. الابر بنعطيها لما يكون مثلا تحت التسعه او شيء، هون بنحتاج نحن لابر تكون عياره 25000 وحده دوليه.
رشا، ما بنحكي نحن او بنسمع عن نقص معين بالجسم، فدائما في نصائح انه ناخذ مثلا جرعه الفيتامين د قبل الوجبه الفلانيه او بعد الوجبه الفلانيه. مثلا بنسمع انه الحديد ما لازم يكون في قبله حليب وكثير من النصائح. خلينا نحكي عن هل يوجد بفيتامين د وقت معين او بيسبقه وجبه معينه او ممنوعات معينه لما بناخذه او لا؟ هلا ممنوعات معنا له ممنوعات، هو بس اهم شيء لحتى يعطي تاثيره وفائدته انه نحن ناخده بعد وجبه دسمه، ويفضل تكون وجبه غداء لانه هي بتكون ادسم شيء، لانه هو منحل بالدسم، فاكيد وجبه الغداء فيها دسم وما دسم بياخذها وبتنحل فورا الحبه. بس اذا اخذ عري او بلا اكل ما راح يستفاد كانه ما اخذ شيء. نحن عم نحكي عن نقص فيتامين د، وفي اشخاص ممكن ياخذوا جرعات كثير كبيره، مثلا مثل في 10000 في 5000 ممكن في اكثر حتى عم بيكون من هيك 25000. تماما، هي الجرعات كثرتها ممكن تسبب ضرر، يعني مثل ما بنقول كل شيء بيزيد عن حده وبيقلب. طبعا ده. طبعا هذا السؤال كثير حلو والعالم عم تغفل عنه لانه صار تاخده بشكل عشوائي. هلا هو كثرته بتسبب ضرر، بس كثرته بتحدث بشكل نادر جدا جدا جدا، يعني من بين 1000 شخص ممكن يطلع لك حدا كثر. هدول بيكونوا المهووسين باخذ الفيتامينات كثير. يلا كثرته طبعا بتسبب لنا نحن تلف بالكلاوي وحصيات، تسرع بالقلب واعراض هضميه مثل غثيانات واقياءات واسهالات. بس هي اعراضه، يعني ما انا هالاعراض، بس اذا قلت لك هي الاعراض كغثيان واقياء وتسرع بالقلب بدايه، وقت تتطور بتصير لعنا حدوث حصيات كلويه او تلف بالكلاوي. بعض الاشخاص اللي بيكون عندهم يمكن نقص كثير كبير بهذا الفيتامين وبنعطى كورس على مده 3 شهور، فبرايك انت مده 3 شهور حسب الجرعات اللي وصفها الدكتور هي فتره كافيه انه نحن نرمم هذا النقص الكبير الموجود بالجسم؟ وفي ناس بيكملوا منهم اجتهاد بعد 3 شهور صح انه نحن بعد 3 شهور نحن ما نكمل كاسلوب وقائي، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا طبعا طالما انه الدكتور هو اللي قال لك التزم ب3 شهور معناها هو شايف التحاليل وشايف انه انت ما بدك اكثر من 3 شهور، فنحن لازم نتقيد بهي التعليمات، هذا الشيء اكيد. هلا بالنسبه مثل ما قلت لك انه العالم ما بصير تاخذه بشكل زياده، مثل ما حكيت من شوي الاعراض انه خلص انت لا تجتهد، بس يعني بس يخلص الكورس. هلا شو هي مصادر فيتامين د؟ هلا هو اهم مصدر واللي كثير كل العالم صارت تعرفه انه التعرض للشمس. بيقول لك ما عم تاخذ فيتامين د ما عم تطلع على الشمس. الشمس طبعا ما فينا نختصرها انه نحن تعرضنا على الشمس وبس، في لها كذا عوامل. يعني هلا من اهم شيء انه خاصه اكثر شيء البنات بيقولوا لي انه حاطه واقي شمسي وطلعت وانه لابسه وهيك، انه انا عم اخذ فيتامين د. هلا الواقي الشمسي لما انت تحطيه ما عم تاخذي فيتامين د، الا اذا كانت نسبه الحمايه تحت 30%، هون بتاخذي انت جزء قليل من فيتامين د الموجود بالاشعه فوق البنفسجيه. طب خلينا نحكي اكثر، وين مستقبلات فيتامين د بالجسم؟ هي يعني هي بالايدين على الجلد، على سطح الجلد كامل موجوده بتحفز لنا، هو بتستمد طبعا الاشعه ما فيها انه فيتامين د، هي انت لما عم تمتصي الاشعه فوق البنفسجيه هي المستقبلات اللي موجوده على سطح الجلد عم تحفز لنا انتاج فيتامين د. الوقت المناسب لهذا التعرض؟ تمام. هلا في عالم بتقلك اذا ما طلعت بعد 10 الصبح راحت عليك، واذا طلعت 12 الظهر ما استفدت. لا، هذا كله حكي فاضي بصراحه. لازم تكون الشمس عموديه، يعني من 12 ل 3 الظهر. نحن ليش ما بدنا انه مثلا بوقت هي بوقت الذروه على فكره انت بتاخذي، بس نحن ما بدنا انه نوقف كثير بوقت الذروه كمان، ناخذ فيتامين د وبشتغل مش في ضربه شمس، يعني ما في ضربه شمس او مثلا سرطانات جلديه. فلا، يعني يفضل انه تكون الشمس عموديه اهم شيء. واهم شيء كمان انه نحن كل ما زدنا يعني مساحه الجسم المتعرض للشمس فهو زاد عنا اخذ فيتامين د. كمان شغله ثانيه، المنطقه اللي عايشين فيها البلدان مثل ما قلتي بدايه انه نحن هون بلد مشمس. طبعا البلد المشمس مو مثل البلد اللي ما فيه شمس او اللي قريب من خط الاستواء، مو مثل بعيد عن خط الاستواء، بتكون نسبه الاشخاص هم بتختلف عندهم نسبه فيتامين د. طيب خليني اسالك سؤال عن الاستمرار بالعلاج، يعني ممكن نحن في كثير اشخاص يحللوا فيتامين د يطلع عندهم نقص ياخذوا علبه او ما يجددوها وما بيعرفوا. هلا بسالك اول شيء مده العلاج هي في لها فتره معينه لازم مثلا نكرر هذا الدواء ولا لازم ما نوقفه ابدا لنرجع نحن نحلل ونشوف وين صارت النسبه؟ هلا دائما الكورس هو 3 شهور، اما يعني حسب طبعا الجرعه اللي هو عم ياخذها. اذا كانت جرعه 600 بياخذها بشكل يومي، اذا كانت جرعه مثلا 5000 او 10000 مره بالاسبوع
بياخدها لمدة 3 شهور لحتى، لأنه فيتامين دال مو أنت من حبة نط عندك فيتامين دال، لا بدك تاخده لمدة 3 شهور، وبعد 3 شهور بنرجع بنعمل التحليل أو بتختفي عنا أعراض نقص فيتامين دال. يلي هنا أعراض نحن كيف نعرف مثلا، وخاصة العالم هلأ بهالوضع بتقلك أنه أنا ما معي روح حلل فيتامين دال، فيك أنت تستنتج أنه عندك فيتامين دال من الأعراض اللي عم تتعرض له. أهم الأعراض أنه أنت بتحس عندك أوجاع بالعظم بشكل عام يعني، وخاصة بأسفل الظهر والساقين، وهن وتعب شديد، تقلبات مزاجية، يعني ما دخل برج الجوزاء تقلبات مزاجية لا، عندك نقص فيتامين دال أنت. طب اللي عنده نقص فيتامين دال وبرج الجوزاء شو مصيبة؟ لا بدك تاخذي كورس فيتامين دال معناها تماما. ايه فبيصير عندنا كمان وهن ونقص بشكل وهن ونقص. هلا السمنه كمان كثير عالم بتقلك انه انا عم يزيد وزني لانه عندي نقص فيتامين دال، كمان هي معلومه ما انا صحيحه بشكل كامل. شو الصحيح فيها بعالم التغذيه؟ يعني كثير بنشوف اطباء التغذيه لما مثلا يعملوا اسبوعين ثلاثه وما نزلت بالشكل المطلوب او بعد شهر بيطلبوا منا تحليل فيتامين دال تماما فورا. هو مثل ما قلتي ما نزلت، مو ما انت فيتامين دال لما عم يكون عندك نقص ما عم تسمن، انت عم يوقف وزنك. يعني مثلا شخص وزنه 100 كيلو وعنده نقص فيتامين دال، فانت حيضل وزنك كثير صعب، حيصير الجسم معك ما عنده كثير استقلاب تماما. فلهيك انه انت عم يوقف وزنك بس ما عم يزيد وزنك، فهون العالم بده تنتبه انه ما هو ما بيزيد، حرام لا تتبلوا للزلمه ما دخله. طب اذا نحكي عن اكثر شيء اخطاء شائعه ان كان بطريقه العلاج وطريقه الاستخدام، خلينا نحكي شو بتسمعي اكثر شيء دكتوره؟ هذا في مضار يمكن هي كثير كبيره، نحن ممكن ما ننتبه لهي النتائج السلبيه اللي ممكن تعرض جسمنا لها. تماما. هلا الاخطاء الشائعه، اول شيء الاشخاص النباتيين هن اكثر عرضه لنقص فيتامين دال، لانه فيتامين دال كمان موجود بالاطعمه يلي هن حليب مدعم، صفار البيض، اهم شيء مو اللي بياكل، اللي بياكل البياض ما فيه فيتامين دال هو حصرا بالصفار، زيت كبد الحوت، الكبده والسودا. انا هذول كلهم ما بحبهم دكتور. السودا طيبه. لا بدك تنتبهي لانه هو ما في، هو بالنباتات ما انه موجود. هاي المكملات الغذائيه ممكن تعوضنا عن طبعاً. الاكل طبعا طبعا بتعوض. والمكملات الغذائيه هلا موجود منها فيتامين دال بشكلين، فيتامين دي 2 ودي 3. الدي 3 هو الاكثر فعاليه، يعني هو العمل الفعال بفيتامين دال. فلهيك انتم لما تروحوا عند الصيدلاني بدكم تاخذوا دواء، انتبهوا على الكرتونه يكون انه فيتامين دال دي 3 مو دي 2 عشان ناخذ نحن الفعاليه الكامله. طيب رشا، سمعت يعني معلومه من احد الاشخاص المختصين، كنا عم نحكي عن سرعه امتصاص فيتامين دال، لما نروح في دائما نوع يعني وطني ونوع اجنبي، فكنا عم نحكي انه في معلومه انه لازم بعد، هي ذكرتيها من شوي، انه بعد فيتامين دال لازم يكون في وجبه دسمه لينحل فيها، فكان عم يقول لي لا حسب التصنيع، يعني مثلا ممكن يكون اجنبي سرعه امتصاصه اسرع بكثير من الوطني وما في داعي انه لهي الوجبه، فيكي تاخدي اي مت مكان. فشو دقه هي المعلومه برايك؟ هي الدقه معدومه بصراحه، هي ما انا دقيقه ابدا المعلومه. هلا السرعه بتختلف بشكل يعني شيء بسيط كسرعه امتصاص، بس انا عم احكي على الامتصاص بحد ذاته ما بيمتص اذا ما كان في دسم. فقد ما كان سريع يعني حيبطئ، لو كان اجنبي واخذتي ما حتستفيدي. فلا هذا اللي قال هالمعلومه هذا رجع لا ينشر كثير. كمان في بعض الاشخاص اللي هن ضمن الكورس اوقات ممكن ينسوا الحبه، اوقات ممكن يمر اسبوعين ما ياخذوه وبيرجعوا على سلسله العلاج، هل عدم الاستمراريه او الالتزام ممكن ياثر على رحله العلاج، او ممكن يستعيد الجسم من خلال حبه او حبتين يستعيد ذاكره مثل ما بنقول ويرجع يستفيد؟ طبعا. هلا مثلا اذا كان عم ياخذ جرعه الأونسي الحبه كم يوم، بيقدر ياخذ مثلا مره بالاسبوع عيار 5000 او 10000. انه انت كنت عم تاخذ مثلا 600 كل الوقت ونسيتها لمده اسبوع بتاخذ لك حبه. هو حلاوه فيتامين دال انه جرعه متعدده وكثيره، الجرعه في جرعه قليله، في جرعه وقائيه، في جرعه علاجيه، فانت متى ما نسيت بتقدر تاخذ الجرعه الاكبر. بالختام بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا الصيدلانيه رشا الموسى لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. حبيبة قلبي أهلا وسهلا فيكم. شكرا رشا وموفقة يا رب.